أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنه بعد دفن الميت منهم من يقوم بإلقاء كلمة للأحياء والدعوة للميت بعد ذلك، ثم تلقين الميت بأن يقول: يا عبد الله، إذا أتاك ملكان فأقعدانك وسألاك عن كذا وكذا فاذكر العهد الذي فارقتنا عليه، ثم يقرؤون له الفاتحة، فما حكم هذه الأشياء؟ هذا بدع، إلا الدعاء للميت، الوقوف على قبر الميت والدعاء له بالتثبيت والاستغفار له، هذا ورد في الحديث الصحيح. أما الموعظة والمداومة عليها والتلقين بعد الدفن، هذه كلها بدع، ما ورد فيها شيء. إنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء والقبر لم ينتهي إعداده، جلس صلى الله عليه وسلم، جلس حوله أصحابه فوعظهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل هذا إلا مرة حسب ما ورد، ولعذر أيضا، مرة ولعذر، وهو أن القبر لم يستكمل. فلا يتخذ هذا عادة وسنة مستمرة. نعم.